الطرق متعته الآلام الجد والحد. للمزيد من المستجدات والأخبار زوروا موقعنا سكوب ماروك بويما. أمام الرئاسة ديال جامعة الحسن الأول بعد ما درنا وقفات في المدرسة ديالنا، وذلك من أجل هذا القرار اللي خرج به السيد الوزير، ألا وهو دمج كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لفاستي لواستي في مدرسة واحدة اللي هي مدرسة البوليتكنيك تحت اسم بوليتكنيك. حنايا كطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية تنعتبر هذا القرار باللي هو قرار ظالم وجائر في حقنا، لأننا احنا كطلبة اول حاجة دخلنا اللانسا بكونكور زائد بخي سيليكسيون، تنعتبروا بان هذا القرار غادي يطمس الهوية ديال اللانسا، غادي يطمس المسيرة الناجحة اللي دازت بها اللانسا، اللي ساهم كل من الطلبة ديالها لمدة أكثر من 10 سنوات باش أنهم يبينوها في صورة مزيانة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. إذا كان السيد الوزير تقول بأن لانسا هي محتاجة كاسم البوليتكنيك، فإن السيد الوزير حنا تنقولوا لي من خلال هذا المنبر بأن لانسا هي في غنى على هذا الاسم، لأنها قدرات تبرز الاسم ديالها. وهذا القرار حنا تنعتبره بانه قرار ظالم لينا بكثر ما هو غادي يفيدنا، لان هذا القرار حنا تنعتبره بانه قرار غامض وقرار جينيكول لي دانجينيور. يعني كنقول انجينيور، يعني انجينيور بيور كيدخل ان ايتيديون فعندو كورسو دو فورماسيون 5 ans كيخرج ان انجينيور ديتا، يعني اون غروند ايكول دانجينيوري. ما يمكنش ديال استقطاب محدود، يعني ما يمكنش غيكون فيها الكشيدات، وما يمكنش يعني باش تبقى تنافس خاصها تبقى بري سيليكسيون كونكور غتخرج. بون على اثر داك المرسوم قرر كاع الطلبه ديال لي زانسا بانهم غيبداو في النضال، يعني تم مقاطعه جميع الانشطه الدراسيه بالنسبه ل 11 انسا دي ماروك. بدينا بوقفه ايير في ليكول ناسيونال دي سيونس ابليكي في خريبكه في اللوكال ديالنا. اليوم ان شاء الله حنا امام الرئاسه ديال جامعه الحسن الاول، امام رئاسه ديال جامعه الحسن الاول. كما كتشوفوا اكثر من 200 ايتيديون هنا جات باش يوصلوا الصوت ديالهم الرئيس الجامعه ومنه الى مسيو المينيستر. ان شاء الله غيكونوا دي زيتاب سويف، لما كانش من ناحيتهم الحوار ولا ما تجاوبوش معنا غيكونوا دي زيتاب سويف في النضال. ربما وقفه في الرباط اللي ربما غتجمع، ماشي ربما وانما سيغمون غتكون لما كانش الحوار غادي يجمع لي 11 انسا دي ماروك. بون هذا كيف ما كنقول هو الوزير راح واحد القرار لي استثناء. علاش كنقول استثناء؟ ملي مشينا عند لي بروف ومشينا عند المسؤولين في الادارات كيقول لك هذا القانون ما داش من مجلس مؤسسه وما طلعش مجلس مؤسسه مجلس الجامعه عادش كي زعما كيتوافق عليه. يعني هذا هو المعتاد، كدوز مجلس مؤسسه اللي فيه كيف فيه دي بروفيسور، فيه لي زادمينستراسيون يعني الديريكتور ولي ديريكتور ادجوان ولي زيتيديون منو كيتوافق عليه، كيمشي لمجلس الجامعه اللي كيجمع بزاف ديال لي زيتابليسمون يعني في البريزيدونس يعني في الجامعه عادش كيمشي للوزاره. الوزير دار واحد القرار ديكتاتوري اللي بين لي غيزون ديالهم اليوم فينونسيير باش يجمع ربما يكونوا لي بروف غيوليو يقريو لو ميم ايتابليسمون بميم سالير ان سولي ديريكتور. بون هذا ماشي المشكل ديالنا، الا كان باغي يحلو خاصو يحلو بطريقه اللي ما تضرناش حنا، ما يكونش الطالب ضحيه لهذ القرارات العشوائيه.